السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة، ونناقش فيها اليوم استمرار جرائم الاحتلال ضد المدنيين في غزة، وكذلك تكثيف الغارات الصهيونية على جنوب غزة وسط أزمة حكومة نتنياهو أيضا في الداخل بفعل المقاومة، وهو ما يدفع نتنياهو إلى الهروب إلى الأمام في أثناء محاولات توسيع نطاق الحرب. كونوا معنا مشاهدينا بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدينا الكرام، نرحب بدءا بضيوفنا عبر سكايب من الجليل الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أليف الصباغ، مرحبا بكم. وكذلك نرحب عبر سكايب من اسطنبول المختص في القانون الدولي عبد اللطيف خضر، وعبر سكايب أيضا من القدس المتخصص في الشأن الصهيوني فراس سياغي، مرحبا بكم جميعا. أبدأ منكم أستاذ عبد اللطيف خضر المختص في القانون الدولي، يعني هناك مصادر صحفية أستاذ عبد اللطيف وصفت هذا اليوم، وهو طبعا اليوم الثالث بعد المئة، بأنه الأعنف على غزة منذ بدء العدوان. كيف تفسرون هذه الجرائم التي يعني تزداد وتيرتها والتي شهدتها مدينة خان يونس أمس؟ عبد اللطيف خضر ليس معنا. أستاذ أليف صباغ هل تسمعني؟ أستاذ أليف الصباغ تسمعني؟ أيضا ليس معنا. من معنا إذن؟ من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي، حياكم الله. مساء الخير، أهلا بك وبالمشاهدين. أهلا بكم. مع اليوم الثالث بعد المئة، كيف تصفون هذه الجرائم ضد مدينة خان يونس وكذلك ضد غزة؟ يعني يتسارع الجيش الإسرائيلي بعملياته في قطاع غزة في محاولة منه لإنهاء ما أسماه المرحلة الثانية في منطقة خان يونس بالذات والمنطقة الوسطى، من أجل الذهاب إلى ما يسميه المرحلة الثالثة، خاصة بعد الضوء الأخضر الأمريكي باستمرارية المعركة حتى نهاية هذا الشهر. هذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك صراعات داخلية في داخل إسرائيل، حيث هناك انتقادات كبيرة من المستوى السياسي وبالذات من المتطرفين وبعض أعضاء الكنيسة الليكود اليمينيين أيضا للجيش، نتيجة لسحبه لفرقة 36 من منطقة الوسطى، خاصة بعد الكم الهائل من الصواريخ التي انطلقت من البريج، 50 صاروخ سقط على نيتفوت وعلى غلاف غزة، وبالتالي يحاول الجيش ضمن هذه المعادلة أن يثبت أنه قادر وقادر على فرض السيطرة في داخل قطاع غزة، ولكن يبدو أن المسألة هناك فيها استعصاء كبير، وهناك مقاومة حقيقية من قبل المقاومة الفلسطينية ومواجهة وبالذات في منطقة خان يونس. لاحظ أن المعركة البرية أو المناورة البرية التي يسمونها لها أكثر من 45 يوما في منطقة خان يونس، وحتى الآن لا يوجد تقدم حقيقي بالمعنى المطلوب وفقا للخطة العملياتية التي وضعها الجيش الإسرائيلي في منطقة خان يونس والمنطقة الوسطى. لذلك يحاول عبر هذا القصف وعبر هذا التدمير الهائل في محاولة لتهجير المدنيين من منطقة خان يونس إلى منطقة رفح، وهذا ما رأيناه بالأمس عندما هاجموا المناطق حول مستشفى ناصر في خان يونس، ويحاول من طرف ثاني التقدم للوصول إلى الاحتلال المدينة ومخيم خان يونس، ولكن حتى الآن هو يواجه مقاومة شديدة وعنيفة من قبل المقاومة الفلسطينية، وهذا يؤكد أن الجيش الإسرائيلي يفشل في تحقيق الأهداف السياسية المعلنة، لأنه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف، لدرجة أن رئيس هيئة الأركان يطالب بالحديث عن ما بعد الحرب، لأن الجيش لا يستطيع أن يستمر بهذه الطريقة،
خاصة إذا ما توقف وأصبح هذا الجيش في يتراوح مكانه، وبالتالي يتعرض أكثر وأكثر للخسائر البشرية من قبل المقاومة الفلسطينية. لا يزال هناك مقاومة في شمال وشرق قطاع غزة، في وسط قطاع غزة، في خان يونس، ومع ذلك حتى الآن نتنياهو يرفض أن يحدد ماذا يريد ما بعد الحرب من قطاع غزة، لأن ذلك يخدم أهدافه الخاصة ويهدم بقائه ويخدم استمرارية المعركة في داخل القطاع، ويبحث عن مسألة كيفية أن يسيطر أمنيا بشكل كامل على قطاع غزة دون أن يحدث ماذا يريد بالضبط من ما بعد الحرب من قطاع غزة. فالجيش إذا ما لم يتم تحديد المسألة السياسية التي تتعلق بالحلول ما بعد الحرب، سيضطر إلى العودة إلى شمال وشرق قطاع غزة وإلى الوسط، لأنه لا يستطيع أن يبقى بعيدا، والمقاومة تعيد ترتيب أوراقها وتعيد نفسها وتنظيم نفسها وتستطيع أن تستمر في مقاومتها للاحتلال. لذلك يريد أن يكون هناك حلول سياسية بهذا الخصوص حتى يستطيع أن يقول أنه استطاع أن ينجز المهمة، وهو لم ينجز شيئا سوى التدمير والإبادة والتهجير. إذن من القدس إلى الجليل والكاتب والمحلل الفلسطيني أستاذ أليف الصباغ، مرحبا بكم أستاذ أليف. أهلا وسهلا فيك. تحدث قبل قليل أستاذ فراس عن ضرورة إيجاد حلول سياسية فاعلة، يعني على الرغم من مطالبة جنوب أفريقيا بإيقاف فوري لهذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني عموما في المناطق كافة، ولكن الاحتلال نراه يصعد من هذه العمليات وهذه الجرائم، ويعني مثلها ما حصل في أمس يوم أمس في خان يونس وهو يستمر بهذه الجرائم. كيف تعلقون وما تفسيركم لما يحدث الآن؟ ما يراه الاحتلال في نفسه غير ما نراه نحن في وضع المحتل الإسرائيلي. نحن قد نجد في المحتل الإسرائيلي خاسرا وتعبا وفاقدا للقدرة على الاستمرار، وأن هناك ضغوط محلية ودولية، ولكن المحتل الإسرائيلي نفسه يرى الأمور غير ما نراها. هو يرى أنه منتصر ويرى أنه قادر، وقادر على الاستمرار ليس فقط في قطاع غزة، وإنما أيضا قادر على فتح معركة في الضفة الغربية ومعركة في جنوب لبنان. هذا كيف هو يرى نفسه، ومن الضروري أن نعي كيف يرى العدو نفسه وليس كما نراه نحن، لأن الإنسان يتصرف بموجب قناعاته الذاتية وليس الموضوعية. الواقع الموضوعي شيء والواقع الذاتي شيء آخر. الواقع الذاتي هو المؤثر في الأساس على التفكير وعلى خطط المستقبل. طيب سعودي، لذلك الجمهور الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يرون أن هذه الحرب هي حرب مصيرية، إما أن يربحوا بها ويضمنون مستقبلهم لعشرات السنوات القادمة، وهذا يتطلب القضاء تماما على أي مقاومة فلسطينية حاضرا ومستقبلا، وإما أن يخسروا هذه الحرب وبالتالي يبدأ العد التنازلي لهذا الكيان. طيب. لذلك كل الجهود في إسرائيل، الجهود الإسرائيلية، جهود الصهيونية العالمية المتمثلة في الدول الغربية الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا، تنصب في شيء واحد، هو تقوية إسرائيل وجعلها تنتصر في هذه الحرب. نعم واضح أستاذ عبد اللطيف، سأعود إليك ورحب مجددا بالمتخصص أو الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في القانون الدولي السيد عبد اللطيف خضر، عفوا مرحبا بكم أستاذ عبد اللطيف. هذه الأحداث حياكم الله، هذه الأحداث الميدانية تتزامن طبعا مع كما تعلمون إدخال اليوم شحنة من الأدوية إلى غزة، وذلك وفق نجاح الوساطة القطرية بالتعاون مع فرنسا. طبعا برأيكم هل هو التنازل بإدخال هذه الشحنة الأدوية من حكومة نتنياهو؟
يعني بكل تأكيد، بداية نترحم على أرواح الشهداء الكرام الذين بلغ عددهم حتى اليوم قرابة 24,000 شهيد في قطاع غزة. الصمود الفلسطيني الذي سطرته قوى المقاومة وكتائب القسام على وجه التحديد خلال الأيام الماضية التي زادت عن 100 من أيام هذا العدوان الإسرائيلي الغاصب على قطاع غزة. هذا الأسطور الميداني الذي سطرته كتائب القسام بصمودها ومقاومتها هو ما دفع الكيان الإسرائيلي وحكومة نتنياهو إلى الرضوخ إلى الشروط التي وضعتها فصائل المقاومة وحركة حماس بهذا الإطار. هي منذ أيام كانت تسعى وتحاول الضغط على الحركة وعبر الوسطاء بأن يكون هنالك إدخال للأدوية ولبعض المستلزمات الطبية للأسرى الإسرائيليين الموجودين داخل قطاع غزة بيد فصائل المقاومة، ولكن كان الرد الفلسطيني واضحا بهذا الإطار. أشارت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أن أي دخول لأي أدوية لقطاع غزة لن يكون بمعزل عن شعبنا الفلسطيني المحاصر والذي يعاني طيلة الأيام الماضية من هذا العدوان من عدم وجود المستلزمات الطبية وعدم وصول الأدوية له، خاصة في شمال قطاع غزة. بالتالي ما حصل بالفعل هو رضوخ من قبل حكومة الاحتلال إلى الشروط التي وضعتها المقاومة الفلسطينية بأن يكون هنالك إدخال لكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها الفلسطينيون داخل قطاع غزة وفي كافة أماكن تواجدهم في الشمال والوسط وفي جنوب قطاع غزة. هذا ما حدث في خلال ال 24 ساعة الماضية من هذه العملية والاتفاق على إدخال المساعدات للفلسطينيين داخل القطاع. أبقى معك أيضا أستاذ عبد اللطيف، هل يمكن بناء على هذه الصفقة أن توسع المفاوضات بجهود دولية ووساطات أيضا تنضم إليها مع قطر كما فرنسا، وصولا إلى هدنة مثلا أكثر طولا تشمل مواد أخرى أيضا، ربما تصل الهدنة إلى إيقاف إطلاق نار مثلا ولو وقتي أو دائم؟ حركة المقاومة الإسلامية حماس كان ردها واضحا وقاطعا على كافة الأخبار التي جرى تداولها خلال الأيام الماضية عبر الوسطاء وكذلك عبر الإعلان المباشر من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وكذلك أطراف أوروبية بأن أي حديث عن عمليات إطلاق سراح للأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة أو عمليات وساطة لن تتم ولن تكون إلا بعد الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج حدود قطاع غزة. أعتقد بأن الحديث الآن سوف يكون منصبا خلال كافة المباحثات الجارية على الوصول إلى صيغة قد قدمت خلال الأيام الماضية عبر القطريين وعبر الوسيط المصري بأن يكون هنالك عملية تبادل أو عملية على 3 مراحل تشمل في جزء منها واحد فقط عمليات تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين الموجودين داخل قطاع غزة، ولكن لن يكون ذلك كما أكدت فصائل المقاومة وكتائب القسام على أن أي عملية بحث في هذه الآفاق السياسية لما بعد الحرب بما فيها عمليات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين لن تكون إلا بعد شرط واحد ووحيد وهو وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب إلى خارج قطاع غزة. هذا ما يجري والأمر الآن هو موضع البحث في الميدان الذي يتحدث بقوة وعبر الرسائل التي سطرتها كتائب القسام وعبر الفيديوهات والخطاب الرئيسي الذي أعلن عنه أبو عبيدة قبل يومين بأن ما يجري على الأرض هو ملحمة حقيقية تسطرها قوى المقاومة الفلسطينية وفصائله الحية في قطاع غزة وعلى رأسها كتائب القسام. الاحتلال اليوم بات مأزوما ومأزوما بشدة، هو يعاني تحت وطأة الهجمات الفلسطينية لكتائب القسام والمقاومة في قطاع غزة، هو بات مأزوما في الصعود الداخلية وكذلك تحت الضغط الكبير الشعبي له من أن العملية العسكرية الإسرائيلية قد فشلت بكافة الأبعاد التي أعلنت عنها حكومة نتنياهو وكذلك وزير حربه منذ اليوم الأول، فلم تحقق لهم شيئا، لم تحقق لهم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين داخل القطاع، لم توقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، لم تنهي حكم حماس ووجود حماس، بل على العكس من ذلك حتى الأمس القريب
نحن شاهدنا أن صواريخ القسام لا تزال تصل إلى تل أبيب، نحن رأينا الإدارة المباشرة لحركة حماس في قطاع غزة وجميع الوسطاء يتحدثون بشكل مباشر وبشكل عملي وحقيقي فقط مع حركة حماس في إدارة حكم قطاع غزة وأي ترتيبات جارية اليوم. كذلك أيضا في الميدان نرى أن حركة حماس وكتائب القسام لا تزال قوية في الميدان وتسطر ملاحم من الصمود والبطولة التي أوجعت كيان الغاصب الإسرائيلي، وكذلك بتنا نرى الأصوات المنادية داخل المؤسسة، مؤسسة الحرب الإسرائيلية، لوقف هذه العمليات الإسرائيلية العسكرية لأنها باتت دون طائل ودون أي جدوى. وعلى النقيض من ذلك هم يتلقون الخسائر الفادحة على الصعيد البشري وعلى الصعيد المادي دون أن يحقق لهم هذا العمل العسكري أي نتيجة ممكنة مباشرة أو غير مباشرة. نعم، إذن أستاذ عبد اللطيف وأنت ملتزم بوقت محدد، أشكرك على هذه المشاركة عبر أسكاب من إسطنبول، المختص في القانون الدولي سيد عبد اللطيف خضر. أنتقل إلى القدس مع المتخصص في الشأن الإسرائيلي أستاذ فراس ياغي. هل تعتقد أستاذ فراس أن حكومة نتنياهو مؤهلة الآن لعقد أي صفقة أو هدنة سياسية وما إلى ذلك في ظل أو وسط عدم تحقيق الأهداف الحقيقية لهذه العملية العسكرية؟ يعني هو دائما يكون الحديث عن الأهداف الحقيقية، الأهداف الحقيقية للعملية العسكرية بالنسبة لنتنياهو هي محو حماس والقضاء على حماس بشكل كامل وبالتالي استمرار العملية بغض النظر عن الأسرى الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فهذا مصير الأسرى أصبح مرتبط أيضا بالحرب. ويبدو أن أحد نقاط الخلاف مع جانس ومع إيزنكوت حول مفهوم الأولويات في داخل الحرب، هل الأولوية هي الأسرى والمحتجزين أم استمرار المعركة؟ لا يزال نتنياهو وحكومة نتنياهو من الصهيونية الدينية تدعم باتجاه الاستمرار في المعركة في داخل قطاع غزة، وإسرائيل تستعد الآن لتكسير ما أسماه نتنياهو الكتائب المتبقية لحماس في رفح، وبالذات يتحدث عن كيفية الدخول إلى محور فيلادلفيا والدخول إلى رفح وبالتالي محاصرة قطاع غزة والضغط على قطاع غزة عسكريا من أجل تجويع القطاع فوق كل العمليات التي يقومون بها الآن. مخطط المستقبلي هو كيف يحاصر القطاع بشكل كامل ويبدأ بعملية ما يسمى المرحلة الثالثة بالإغارات والحصار والتجويع ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة من أجل التوصل في النهاية إلى استسلام كما يعتقد للمقاومة في داخل القطاع. لذلك توجه نتنياهو وتوجه حكومة نتنياهو هي باستمرارية القتال، حتى أن هناك 90 قائد كتيبة في داخل الجيش وقعوا على عريضة أرسلوها إلى رئيس الأركان بعدم وقف الحرب لا في غزة ولا في الضفة ولا في لبنان بهذا الخصوص. إذا لم يكن هناك حقيقة توسع للمعركة في المنطقة بحيث تشمل كل المنطقة وبحيث تتعرض المصالح الأمريكية بشكل كبير إلى المنطقة، فيبدو القطاع ذاهب نحو محاصرة من قبل الجيش الإسرائيلي على الرغم من أن هناك مقاومة وعلى الرغم من وجود خسائر لدى الجيش الإسرائيلي وعلى الرغم من كل الأحاديث حول الخلافات السياسية وحول الخلاف ما بين المستوى السياسي والعسكري، ولكن هناك إجماع في مسألة أن يكون هناك صفر تهديد في قطاع غزة وصفر تهديد في جنوب لبنان وصفر تهديد في الضفة الغربية، تحت عنوان أن إسرائيل كما قال الأستاذ العزيز أليف أن إسرائيل تتعرض إلى خطر مصيري ووجودي، وبالتالي هذه المعركة ستحسم مستقبل إسرائيل بهذا الخصوص. دون أن يكون هناك تهشيم وتكسير لهذه العنجهية العسكرية الإسرائيلية كما تم تهشيمها في 7 أكتوبر، لن تتوقف إسرائيل عن المعركة في داخل قطاع غزة. دون أن تتعرض المصالح الأمريكية في المنطقة إلى تهديد حقيقي من قبل كل محور المقاومة، لن توقف إسرائيل هذه المعركة. ورأينا بالأمس جون كيربي يتحدث ويقول لا تزال حماس تشكل تهديد على إسرائيل، وبالتالي هناك ضوء أخضر أمريكي لاستمرارية المعركة
في قطاع غزة، ورأينا ألمانيا تزود إسرائيل 10,000 قذيفة أيضا، ونرى حديث بلينكين يتحدث عن إغراءات التطبيع والحديث من جديد عن مفهوم الدولتين. نظريا لا يوجد مسألة على أرض الواقع إمكانية أصلا لأن يكون هناك دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل بعد كل هذا الاستيطان وبعد كل هذه البرامج السياسية التي تلف عليها نتنياهو مع الصهيونية الدينية ومع عصبات يهودية. يعني المسألة في داخل إسرائيل الآن مختلفة كليا عما قبل 7 أكتوبر. المسألة الآن تتعلق بأن المجتمع الإسرائيلي يريد أن يشعر بالأمن من جديد والاستقرار، ويريد أن يعيد الثقة بالمستوى السياسي والعسكري. لذلك نرى هناك تشدد من قبل القيادة العسكرية وتشدد من قبل القيادة السياسية بالاستمرار في المعركة. فهناك إجماع حول المسائل الأمنية في داخل إسرائيل، أنما الاختلافات هي حول مفهوم الأولويات في التعامل مع الأهداف الإسرائيلية بخصوص الحرب المستمرة على قطاع غزة. إذن أستاذ أليف، كيف ترى المعركة السياسية والإعلامية كذلك الآن التي تخوضها المقاومة، لا سيما أن هذه الصفقة قد جاءت بعد بث المقاومة مقطعا مصورا وقد ظهر فيه بعض المحتجزين، تبين قتل 2 منهم لاحقا في أثناء الغارات الصهيونية؟ نعم، أنا حقيقة منذ الأسبوع الأول أتحدث أن المعركة السياسية تسير وفق الأجندة الأمريكية الإسرائيلية وليس وفق الأجندة الفلسطينية، وهذه نقطة ضعف كبيرة في هذه المعركة وفي هذه الحرب. كل الأنظمة العربية التي تدخل في المسار السياسي نشيطة في المسار السياسي، إن كان قطر وإن كان مصر وإن كان دول أخرى، تسير في المسار السياسي الذي تحدده أمريكا وإسرائيل، وعنوانه ماذا بعد الانتصار على حماس، ماذا بعد الانتصار على المقاومة الفلسطينية، ماذا بعد انتصار إسرائيل، كيف ستكون الضفة، كيف ستكون القطاع غزة، من سيحكم إلى آخره. هذه الفرضية من أساسها لا يجوز أن نسير بها سياسيا. للأسف هذه الأنظمة تسير في هذه دون أن يكون أي مسار سياسي آخر عربي فلسطيني يقول ماذا بعد انتهاء الاحتلال الإسرائيلي، ماذا بعد خسارة المحتل الإسرائيلي في هذه الحرب. لا يوجد مسار من هذا النوع. حتى محور المقاومة الصباغ لا يقدم. أعتذر منك أستاذ أليف، سعود إليك وإلى أستاذ فراس ومشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. إذن مشاهدينا الكرام، من الرافدين ضمن سلسلة متابعاتنا المتواصلة ضمن بشأن العدوان على غزة، قبل أن ننتقل إلى أستاذ فراس ياغي، كنت تتحدث أستاذ أليف الصباغ عن هذه المعركة السياسية والإعلامية التي تخوضها المقاومة في هذا التوقيت، تفضل أكمل أستاذ. نعم، سأكمل فقط الفكرة أنه لا يوجد مسار سياسي عربي يتبنى مواقف المقاومة، ولا حتى مسار سياسي فلسطيني رسمي يتبنى مواقف المقاومة ماذا بعد انتهاء الاحتلال. ليس من يحكم غزة، وإنما كيف سينسحب جيش الاحتلال من قطاع غزة ومن الضفة الغربية، وهل هناك مسار سياسي دولي والآخري. ولم يجند الرأي العام الدولي، يعني الدول الكبرى لم تجند إلى مسار سياسي يخدم مصالح المقاومة وأهدافها. لذلك هذه نقطة ضعف. المسار السياسي الوحيد هو مسار قانوني في الوقت الحاضر، هو ما يجري في محكمة العدل الدولية. هل ستستطيع محكمة العدل الدولية إيقاف الحرب الإبادة على قطاع غزة؟
هذا هو المسار السياسي الوحيد الذي تتبناه يعني محور المقاومة. إذا حتى محور المقاومة لا يقدم مسار سياسي خارج عن قرار أو عن مطلب عدوان على قطاع غزة، لذلك يتطلب الوضع من الطرف الفلسطيني أولا ابتداء من حماس وحتى كل فصائل المقاومة أن يجندوا رأي عام عربي شعبي ورسمي، والتوجه إلى الرأي العام الدولي الرسمي والشعبي مع برنامج سياسي ماذا بعد وقف العدوان. لا يجوز البقاء عند حالة وقف العدوان وانتهى الأمر، إلا ماذا بعد وقف الحرب، وقف العدوان على قطاع غزة؟ هل يوجد لدينا مسار سياسي نستطيع أن نجند العالم حوله، أم أن نترك الأمور إلى ما بعد ذلك؟ وهذا أمر لا يجوز أن يترك بهذا الشكل. بالحديث أيضاً هنا أريد أن أذكر يعني بأمر هام جدا منذ بداية الحرب، أنا أقوله إسرائيل تعتمد في قوتها أو في مسارها هذا على 4 مراكز قوة. الأول هو القوة العسكرية للجيش، ولديه يعني قوة عسكرية هائلة وقناعات بأنه فعلا جيش عظيم. الثاني هو الدعم الأمريكي المطلق لهذا الجيش وللدولة بكل ما تقوم به، ومطلق، هذه أول مرة يقدم الدعم بدون شروط. والدعم الأوروبي ثالثا، الدعم الجمهور الإسرائيلي للجيش والحكومة، وهذا أيضا لم يسبق له مثيل. كل هذه 3 أسس تتراجع منذ بداية الحرب اليوم تتراجع، ولكن هناك عنصر رابع، ركيزة رابعة لما تقوم به إسرائيل، وهو العجز العربي. للأسف الشديد العجز العربي لا يتراجع وإنما يتعزز، وهذا يعزز موقف إسرائيل للاستمرار في مسارها. وأنا أقول كلام واضح، أكثر ما تخشاه إسرائيل هو موقف مصري، موقف مصري شعبي يتحرك لوقف العدوان، أو موقف شعبي عربي عام يتحرك ضد الأنظمة التابعة لأمريكا المنضوية تحت العباءة الأمريكية لوقف هذا العدوان. دون هذا التحرك، ويخص التحرك المصري، دون تحرك إسرائيل مستمرة في عدوانها ولا يمنعها أي شيء. كل العوامل 3 الأولى التي تراجعت لم تتراجع بشكل كبير، بشكل يستطيع أن يضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان. فقط إذا ما تراجع العنصر الرابع، الركيزة الرابعة للقوة الإسرائيلية، يعني العجز العربي يتحول إلى قدرة عربية، فقط العرب قادرون على وقف هذا العدوان. وأنا لا أذنب الآخرين قبل أقول أولا السلطة الفلسطينية يجب أن تغير من موقفها، ومصر يجب أن تغير موقفها، ومجموع الأنظمة العربية التابعة لأمريكا. هذا ممكن، ممكن، ومن يعتقد أنه هذا غير ممكن لأنه استسلم للعجز. إذن إلى القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي والصهيوني أستاذ فراس سياغي، على الرغم من مما سماه الصمت العربي الآن كما سماه أستاذ أليف الصباغ، ولكن يبدو أن نتنياهو وحكومته يحاولون التبرير أو التسويغ لذلك بسحب القوات بمحاولة يعني إراحة بعض قواتهم. لو صح هذا الكلام، ما تفسيركم لذلك بالتزامن مع التظاهرات التي يبدو أنها تكبر يوما بعد يوم في الداخل الصهيوني؟ ليس صمت عربي، هو للأسف الشديد أنظمة عربية تدور في الفلك الأمريكي، وواضح أنها تنفذ السياسة الأمريكية على الرغم من بعض الخلافات، خاصة فيما يتعلق بمسائل التهجير وفي بعض المسائل الإنسانية وغيرها، ولكن لا يوجد للأسف الشديد حتى الآن موقف عربي ضاغط من أجل وقف العدوان. يجب أن يكون هناك أهداف واضحة، ليس فقط وقف العدوان، وإنما اعتبار استمرارية الحصار كالعدوان، واعتبار أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم في القرارات الشرعية الدولية للتنفيذ، وليس فقط للمفاوضات كما تدعي أمريكا وتحاول
أن تأتي بالتطبيع من جديد مع الدول العربية مقابل الحديث فقط عن الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل كما طالبوا نتنياهو ورفض ذلك نتنياهو بهذا الخصوص. إذن كل المقاربات السياسية المطروحة حتى الآن هي مقاربات أمريكية لا ترتقي إلى مستوى التضحيات ومستوى المقاومة الموجودة في قطاع غزة، بما يستدعي أن يكون هناك تحرك فلسطيني أولا وعربي ثانيا لمواجهة هذه المخططات الأمريكية. لكني أنا شخصيا لا أعتقد أن هناك إرادة من هذه الأنظمة العربية ككل في أن تقوم بمبادرة أو تضغط على الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص، وهي قادرة وقادرة أن تفعل ذلك لو أرادت، ولكنها كما يبدو لديها مصالح وسياسات مختلفة كليا عما يجري في داخل قطاع غزة. هذا أولا. أما بخصوص انسحاب الفرقة 36 والحديث عن إعادة التموضع والحديث عن إعادة تأهيل هذه الفرقة، فيبدو أن المسائل مرتبطة أيضا بالجبهات المتعددة، يعني الضفة الغربية والانفجار الممكن أن يحدث في الضفة الغربية وهو بشكل يومي يحدث، ورأينا الشهداء في بلاطة وفي طول كرم اليوم. أيضا لأن هناك سياسة جديدة إسرائيلية تقول أن المقاربات الأمنية في الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر يجب أن تختلف كليا عما كانت عليه سابقا، لذلك متخوفين من انفجار الوضع في الضفة فيسحبون بعض الوحدات من داخل قطاع غزة كوحدة الدفدفان لكي تنتشر في داخل الضفة الغربية. أيضا إشارة إلى الجبهة اللبنانية بهذا الخصوص، لأن الجبهة اللبنانية تشتعل ضمن هذا النطاق. وأكثر شيء أن هذه الفرقة لها من بداية المناورة البرية من 26 أو 27 عشرة في داخل قطاع غزة، لذلك يجب أن يتم إراحتها، فلا يعقل أن تستمر في داخل قطاع غزة أكثر من 100 يوم، فهذه فترة طويلة بالنسبة للجيش. النقطة الأخيرة أن قطاع غزة مساحته صغيرة وهناك 3 فرق موجودة تحارب في الوسط وتحارب في داخل خان يونس، 75,000 جندي، وليسوا الآن بحاجة إلى فرقة جديدة، قد يحتاجون لهذه الفرقة إلى جبهة الشمال إذا ما تصاعدت المعركة في جبهة الشمال. سأعود إليك أيضا أستاذ أليف، لكن مشاهدينا الكرام فنتوقف الآن مع هذا التقرير المصور المقروء. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام الرافدين ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية بشأن العدوان على غزة. أستاذ أليف الصباغ من الجليل كاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، كنا نتحدث وأستاذ فراس تحدث أيضا عن الفرقة 36 في جيش الاحتلال. هذه الفرقة تبدو هي الأكثر أهمية في هذه الحرب والعدوان على غزة، والتي انسحبت كانت تتمركز في أيضا موقع استراتيجي مهم في شمال غزة، وهذه المنطقة كما تعلمون أيضا لا تزال تنطلق منها الصواريخ. ألا يمثل ذلك برأيكم إحراجا لحكومة نتنياهو؟
يعني في نظر الصهيونية الدينية الأكثر تطرفا من نتنياهو، نعم هناك إحراج، وهم ينتقدون بنيامين نتنياهو على مثل هذا القرار، وينتقدون الجيش على هذا القرار، ويعتقدون أو يتهمون الجيش بأنه ينصاع لأوامر أمريكية وليس للمصلحة الإسرائيلية. ولكن حقيقة الأمر في هناك عدة أهداف يعبر عنها الجيش أحيانا وأحيانا أخرى لا يعبر عنها بشكل واضح وصريح أمام الجمهور. أولا هذه الوحدات جزء كبير منها تعب بعد خسارات كبيرة، ولذلك هم بحاجة لإعادة ترميم هذه الفرق التي تعبت أو فقدت أفرادا كثر، أحيانا ضباط من صفوفها، هم بحاجة إلى ترميم، والترميم يعني إخراجها من الميدان إلى مواقع أخرى حتى يتم تقييم ومناقشة الأمور، وثم إما إعادتها إلى نفس المنطقة وإما إرسالها إلى منطقة أخرى. الأمر الثاني، هناك يعني تخطيط واضح ومصرح به أن الضفة الغربية هي الخطوة التالية بعد غزة، لذلك سيأخذون من يعني دخل المعارك الميدانية في قطاع غزة إلى الضفة الغربية حتى يمارس هناك، وهناك أسهل على فكرة من قطاع غزة ليمارس كل هذه المجازر في الضفة الغربية. من قال إنه إسرائيل يعني لا تريد تهجير أهل الضفة الغربية؟ يخطئ من يعتقد ذلك. التهجير خطة مدروسة وموضوع على الطاولة، ليس فقط في قطاع غزة، أيضا في الضفة الغربية، ولا يحسبن أحد منهم حسابا لسلطة رام الله، بالعكس تماما، بعضهم يقول يجب إزالة هذه السلطة ويجب مهاجمة أولا قوى الأمن التابعة للسلطة. لذلك يعني أنا لا أستغرب أن هناك حسابات مباشرة وقريبة للضفة الغربية. والجبهة الثالثة وجبهة الشمال، يعني اليوم أو بالأمس تحدث يعني كثر بما في ذلك مراكز الأبحاث وصحفيين عسكريين مقربين جدا من القرار العسكري والقرار السياسي مثل روني بن شاي، تحدثوا عن أن هناك بهذه بكل ما يحدث في قطاع غزة هناك رسائل إلى لبنان، وليس فقط رسائل، حتى مراكز الأبحاث تحدث عن ذلك، يقولون صحيح أن أمريكا لا تريد حربا إقليمية، لا تريد أي عملية عسكرية كبيرة في لبنان حتى لا تتدحرج إلى حرب إقليمية، ولكن بالإمكان أن نقوم بعملية عسكرية هي كبيرة في نظرنا وليست كبيرة في نظر أمريكا، حيث يكون الرد اللبناني مناسبا، ولكن قد لا يكون رد لبناني مناسب، ولا تتدحرج أمور إلى حرب إقليمية. لذلك لاحظنا بالأمس أنهم هاجموا وادي السلوقي على سبيل المثال، وأمس الأول دخل عدد من الجنود الإسرائيليين في يعني اقتحام أو في محاولة عملية برية في جنوب لبنان، وقبل هذا كان هناك اغتيال لقيادة من المقاومة الفلسطينية مثل الحاج جواد وقيادة حماس الشيخ صالح العروري، ويعني مبادرات إسرائيلية للتصعيد وليس دفاعا عنا، مبادرات للتصعيد. والهدف من ذلك يقول يعني أمس الأول في مقال لأبراهام شفايتسر في وهو مقرب جدا من رئيس الحكومة في معهد أبحاث الأمن القومي، يقول هذه العمليات هذه المبادرات الكبيرة ستؤسس لشيئين، أولا إما لتغيير قواعد الاشتباك مع حزب الله، وهذا سيؤسس إلى عمل عسكري كبير يمكن أن يتحول إلى حرب إقليمية، وإذا ردت المقاومة اللبنانية بشكل كبير ستكون هي مناسبة للدخول في حرب كبرى بحجة أن يعني المقاومة الفلسطينية هي التي بدأت. إذن هو تخطيط، هو استدراج واضح، هو تصعيد من أجل الاستدراج على أمل أن يكون هناك على الأقل هو ضربة كبرى للمقاومة الفلسطينية تغير قواعد الاشتباك. والهدف الأكبر كما قلنا
الحد الأعلى هو الاستدراج إلى حرب إقليمية تتورط فيها أمريكا رغما عنها. طيب وسط ما هذا هو الموقف الإسرائيلي. لذلك أنا قلت من البداية لا تنظروا كيف نحن نقيم الموقف الإسرائيلي، إلا انظروا كيف يقيم الإسرائيلي موقفه، هل هو مستعد لحرب إضافية أم لا. وأنا أقول لكم الإسرائيلي مستعد لحرب في الضفة الغربية ومستعد لحرب أخرى في الشمال، ويقولون يقول الاستراتيجيون في إسرائيل ليس لنا مفر إلا القيام بحرب كبرى على الجهة الشمالية، لا نستطيع العيش مع وجود قوة لبنانية كبيرة مثل قوة حزب الله، وعلينا أن نقوم بعملية عسكرية ضد. أستاذ فراس، مع استمرار هذه الحرب وكل هذه الضغوط على حكومة نتنياهو، هنا أنقل لك ما جاءت به صحيفة إندبندنت البريطانية عن المفاوض الإسرائيلي لشؤون الرهائن السابق غريشون باسكن، قال إن نتنياهو انتهى والجمهور سينتفض ضده. هل يمكن أن تستمر رغبة نتنياهو في استمرار هذه الحرب والحفاظ على منصبه برأيك من دون خسائر سياسية يتكبدها؟ يعني أولاً هو الجمهور انتفض ضد نتنياهو في الإصلاح القضائي، ولم يقوم نتنياهو بالاستقالة. نتنياهو يستغل أن هناك رأي عام إسرائيلي مشبع بالانتقام، تم إشباعه عبر النخب السياسية والإعلامية بشكل كبير. نتنياهو يستغل أن هذا الرأي العام متخوف بشكل كبير أمنياً، وبالتالي يتحدث دائماً وباستمرار في المواضيع الأمنية واستمرارية الحرب إن كان في الجنوب أو الشمال أو في داخل الضفة الغربية. نتنياهو يعلم جيداً أن لديه معضلة حقيقية بعد إذا ما انتهت الحرب وتوقفت هذه الحرب، لأنه لحظتها سيكون هناك لجان تحقيق إما في ما حدث في 7 أكتوبر وإما في ملفات الفساد التي متهم بها نتنياهو، وبالتالي ممكن أن يحدث تمرد في الليكود يؤدي إلى إسقاط نتنياهو. غير ذلك لن يسقط نتنياهو لا برأي عام إسرائيلي ولا عبر حديث غريشون باسكن أو غيره من النخب التي تتحدث أن نتنياهو انتهى. انتهى سياسيا صحيح، والرأي العام في داخل إسرائيل يتحدث 75% من الرأي العام الإسرائيلي يريدون هنا أن يستقيل الآن أو ما بعد الحرب، ولكن نتنياهو لا يعير انتباها كثيرا لهذه المسألة، وهو سيستمر في رئاسته للحكومة، والشيء الوحيد الذي يسقطه من داخل الحكومة فقط إذا ما كان هناك توافق ما بين بعضا من أعضاء الليكود مع غانتس ولابيد وليبرمان، وبالتالي تشكيل حكومة جديدة. هذه الحكومة الجديدة أيضا تكون برئاسة الليكود، ولكن يتم استبعاد منها نتنياهو والصهيونية الدينية بهذا الخصوص. هذا حتى الآن يعني حديث سابق لأوانه، الآن كل الحديث هي تتعلق بالحروب واستمرارية الحروب، وبالتالي نتنياهو سيستمر في كل طروحاته فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، وسيستمر في خططه العسكرية بهذا الخصوص. وبالأمس كان مع ضباط القيادات الجنوبية وطلبهم بتكسير كتائب القسام في رفح بهذا الخصوص. إذن التوجهات لدى نتنياهو مختلفة كليا عن ما يتحدث البعض النخب في داخل إسرائيل، وحتى الآن لا يوجد في داخل إسرائيل من قادر على مواجهة نتنياهو، فهو حتى الآن لديه ائتلاف، هذا الائتلاف يحافظ عليه، ولديه غانتس ولديه إيزنكوت بالمعسكر الرسمي الذي يحتاجهم سياسيا، ولكنه هو مستعد حتى للتضحية في لحظة من اللحظات بغانتس وإيزنكوت في سبيل الحفاظ على الائتلاف اليمين الموجود. المسألة والمعضلة الآن المصيرية في إسرائيل هي مسألة الأمن، وكنا سابقا تحدثنا أن الإصلاح القضائي لن يغطي عليه ولن يؤدي إلى توحيد المجتمع الإسرائيلي إلا إذا حدث حدث أمني غير مسبوق، وهذا ما تم في 7 أكتوبر، وبالتالي يستغل نتنياهو وسوف يستمر في استغلاله حتى بقائه وانتهاء فترته كاملة في داخل الكنيسة الإسرائيلية. إذا عبر سكايب من القدس المتخصص في الشأن الصهيوني فراس يغي، شكرا جزيلا لكم أستاذ فراس. شكرا. وكذلك شكرا جزيلا لك من الجليل عبر سكايب المحلل
السياسي والكاتب الفلسطيني سيد أليف الصباغ. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان من الرافدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.